السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الله سبحانه وتعالى التنوع الذي اقتضته حكمته بجعل الناس شعوبا وقبائل علله بالتعارف، إذ يقول سبحانه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالإسلام ليس شريعة منغلقة على نفسها، وإنما هي جملة من التشريعات والقوانين الناظمة للحياة والكون، للفرد والمجتمع، للدولة والمؤسسات، للذكر والأنثى، للكبير والصغير. وهو بذلك منفتح على الشعوب والأمم انفتاح القوي المتماسك، وانفتاح المبصر طريقه والعارف بمآلاته. في هذه الحلقة من برنامج مقاصد نبحث مفهوم التعارف في المنظور الإسلامي، معرجين على وسائله وضوابطه ومقاصده. أهلا بكم. موضوع حلقتنا هذه نبحثه مع ضيفنا الدكتور نبيل الفولي، الأستاذ في جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية في إسطنبول. أهلا ومرحبا بكم دكتور. أهلا بكم وسهلا ومرحبا وبسادة المشاهدين. دكتور، قبل أن نسأل عن معنى التعارف الاصطلاحي الشرعي، نريد أن نعرف معنى الكلمة ودلالاتها عند العرب. ماذا يقصد بالتعارف عند العرب بشكل عام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام النبيين وخاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم، وبعد، فهذه الكلمة القرآنية طبعا كلمة عربية أصيلة تشير إلى المعرفة، والمعرفة تعني الإدراك والانكشاف. فعرفت الشيء يعني انكشف لي وظهر وأدركته، سواء كان هذا الإدراك بالعقل أو بالحس أو بالتجربة والخبرة. ففي هذا الإطار تدور كلمة عرف، يعرف معرفة. والتعارف مأخوذ من هذا المعنى العام القريب من معنى العلم أيضا، ولكن المشتغلون بالعلوم العقلية راحوا يميزون بين المعرفة والعلم، فقالوا إن العلم أوسع من المعرفة، لأن العلم من صفاته أنه معرفة منظمة لها قوانينها وتبحث في كليات موضوع ما. المعرفة مثلا على سبيل المثال، هناك أشياء معرفة وليست علما، كالمعلومات العامة. واحد مثلا يعرف عواصم الدول أو مثلا معلومات عامة، هذه لا تعد علما لأنها ليست منظومة وفق إطار معرفي مضبوط له قوانينه العامة. كذلك مثلا الخبرات اليومية التي يكتسبها الإنسان من الحياة، هذه ليست علما ولكن تدخل في إطار المعرفة. فالانكشاف العام للمعلومات أو الإدراك العام للمعلومات يدخل تحت المعرفة بنطاقها العام. فالتعارف مأخوذ من هذا المعنى، لكن تلاحظون أن بنية الكلمة تعارف فيها طرفان أو عدة أطراف، لكن لا يحدث من طرف واحد. فالتفاعل في أغلب الحالات أو في حالات كثيرة يستعمل التفاعل إشارة إلى طرفين يقوم كلاهما بواجب تجاه الآخر. فالتعارف هو قيام طرفين بإدراك أشياء لدى الطرف الآخر قلت أو كثرت، هذا المعنى العام. يعني إذا مثلا أنا أدركت بيانات شخص معين، اسمه وسكنه وكذا، وأدرك شيئا قريبا من هذا عندي، فهذا نوع من التعارف. سألني عن اسمي، سألته عن اسمه، عملي كذا، فهذا نوع من التعارف بنطاق معين، لأن نطاق التعارف كما ربما يأتي الحديث عنه قد يتسع وقد يضيق، قد يتعمق وقد يتسطح. وستبدو هذه حينما نتكلم إن شاء الله. بما أنك أتيت على سيرة الفروق دكتور بين العلم والمعرفة، يعني المعاجم ربما تقرر أو تحدد فرقا أساسيا أن العلم بالشيء هو إدراك الشيء على ما هو عليه بصورته الموجودة أو الموجود فيها، بينما المعرفة تتحصل من خلال النظر والتبصر والإدراك، ومن خلال النظر والتبصر ومعرفة خصائص الأشياء، فبالتالي ربما يعني في شيء خفيف في المعرفة، أليس كذلك؟ هو العلم يعني وضعوا له عدة شروط، قالوا لا بد أن يكون يقينيا جازما. المعرفة أنا أقصد العلم، أنا حتى نفرق بينه وبين، لا بد أن يكون يقينيا، يعني يقينيا جازما، ولا بد أن يكون عن دليل، ولا بد أن يكون موافقا للواقع. إن غاب ركن من هذا لا يكون علما. المعرفة أوسع نطاقا من هذا، قد يسقط شرط من هذه الشروط فتصبح معرفة، ليس هناك مشكلة يعني. لكن العلم إذا سقط شرط ينزل درجة إلى الاعتقاد، أو ينزل درجة إلى كونه شكا أو كونه ظنا،
في هذا النطاق يتكلمون يعني علماء الأصول. طبعا هي مسألة معقدة بعض الشيء، لكن المعرفة أوسع، مظلتها أوسع من مظلة العلم. كأن العلم نوع من أنواع المعرفة، أكثر تنظيما وأكثر اتصالا بالقوانين، هذه مهمة في العلم. العلم عبارة عن معرفة منظمة تسعى إلى الوصول إلى قوانين وكليات متعلقة بموضوع معين. المعرفة ليست هكذا. حينما نعمل مثلا مسابقة في المعلومات العامة، هذا يدخل في نطاق المعرفة ليس في نطاق العلم. هذا يعني أن كل معرفة علم وليس كل علم معرفة. طيب دكتور، ما المعنى الذي تقرره الآية الكريمة التي ذكرناها في مستهل هذه الحلقة وهي أن التعارف، خلقناكم شعوبا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ما المعنى الذي تريد هذه الآية الكريمة أن تقرره؟ هو طبعا يعني لا بد أن ندرك سياق هذه الآية حتى ندرك المعنى، ودائما القرآن سياقاته تخدم المعاني الواردة. نعم. مثلا نحن وهذا في نطاق سورة الحجرات، وهي سورة مملوءة بالآداب، فمثلا الإصلاح بين الناس وارد فيها، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين وارد فيها، بل مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم، عدم رفع الصوت فوقه، عدم السخرية، لا يسخر قوم من قوم، اجتنبوا كثيرا من الظن. في هذا السياق وهذا النطاق تأتي الآية الرائعة هذه العظيمة، وكل القرآن عظيم طبعا، ليقول ربنا جل وعلا في خطاب عام للبشرية، ليس خطابا لمسلم ولا للمسلمين، ولكنه خطاب عام: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فالآية تمهد للحديث عن التعارف بالحديث عن التنوع. الأصل واحد، نعم صحيح، من ذكر وأنثى، وفي آية أخرى خلق اتقوا الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. فالأصل آدم، ثم تفرعت عن آدم حواء، ثم تفرعت البشرية عن هذين الأصلين الكريمين آدم وحواء عليهما السلام. فالأصل واحد، لكن آل هذا الأصل إلى تنوع، تنوع في البشرية، التنوع الهائل الموجود في الألوان والأشكال والصور والمواقع والبلاد، هذا التنوع العام شاء الله جل وعلا أن يكون من قوانين الوجود. ولا يزالون مختلفين، يعني الاختلاف سنة من سنن الله عز وجل في خلقه. التعارف معناه أن الناس في الأصل يجهل بعضهم بعضا، ولكن لا ينبغي أن تكون هذه هي الصورة الأصلية، بل ينبغي أن تكون هناك خطوة إيجابية باتجاه إدراك الآخر، يعني بجمع المعلومات بمعرفته، لا أقول جمع المعلومات باعتباري مسألة سرية أو مسألة قصدها الأصلي هو الإضرار أو كذا، ولكن التعارف هنا يأتي في نطاق إيجابي. كيف يعني؟ أين الإيجابية؟ أنت الآخر ربما لا يبادر بمعرفتك. الآخر مقصود فيه الكفار يعني؟ أنا أقصد غير المسلمين. يعني الكلام الآن عام، أنا الآن أريد أبدأ من العموم إلى الخصوص، لأن التعارف شيء عام. أي طرف لا تعرفه فسعيت إلى أن تعرفه وأن يعرفك أيضا، فهذا هو التعارف. لا بد من أن يكون من طرفين. التعرف هو واحد منا يحاول أن يعرف الآخر، مثلا كشأن الناس حينما يتعرفون على أعدائهم، أو كشأن الناس حينما يتعرفون على من يريدون محالفتهم، مثلا عنده له مصلحة عنده، أو حتى من يريد دعوتهم. نحن نقول كيف تدعو أناسا، مثلا واحد يريد أن يذهب إلى اليابان لدعوة الناس إلى الإسلام، نقول له أولا اقرأ عن اليابانيين واعرف طباعهم، هذا تعرف على اليابانيين. لكن إذا ذهب إليهم وقال هيا بنا نتبادل يعني معلومة، كل منا يعرف بنفسه أو يعرف الآخر بنفسه، يطلعه على ثقافته، على فكره، على عاداته، على ثوابته، على دينه مثلا، فهذا هو الذي يسمى بالتعارف، تبادل الإدراك، أن طرفا ما تسعى إلى إدراكه وفهمه ومعرفته، وهو في نفس الوقت يسعى هو بنفس الطريق إلى هذا الهدف. ونلاحظ أن المسألة يعني الطرفان هنا متعاونان. تعارف يعني أنا لا أتركه يتعرف علي دون أن أبدي له أنا مصادري وما يمثلني. مثلا إذا أراد أحد أن يتعرف على الإسلام يجب أن أسارع أن أعرفه. الآن هناك ملايين من الناس يسعون إلى التعرف على الإسلام مثلا من شتى أنحاء العالم. هذا الإسلام الذي يهاجم، لماذا يهاجم الناس الإسلام هكذا بهذه الشراسة؟ المسلمون ضعفاء، فلماذا تحرص فرنسا مثلا أو غيرها على الهجوم الشديد الشرس عليه على الإسلام؟ فهذا يلفت نظر الناس، فهل أتركه يتعرف علي دون جهد مني؟ يجب أن يكون هناك جهد في هذه الناحية، بمعنى أن الأطراف الذي تريد التعرف علي يجب أن أساعدها على أن تتعرف علي تعرفا صحيحا، وفي نفس الوقت أنا أسعى إلى التعرف عليه. فليس معنى التعارف أن أجلس هكذا أقول تعرف علي
وأنا ساكن، لا، بل هناك فعل إيجابي في داخل هذا المعنى أو هذا المصطلح، هو أن أساعد الآخر على معرفة صحيحة. لأن مثلا على سبيل المثال الذي يتعرف عليه من خلال الإنترنت، وهذا هو السائد الآن. السائد، الناس قديما كانوا يذهبون إلى المكتبات، هناك يعني مئات الآلاف من الكتب التي كتبت عن الإسلام باللغات الغربية، مئات الآلاف بدون مبالغة، مئات الآلاف من الكتب كتبت عن الإسلام. فقديما كان الغربي يذهب إلى مكتبة من المكتبات ويبحث عن كتب المستشرقين، أين ترجمة القرآن؟ ترجمة فلان. أين كتاب عن سيرة محمد صلى الله عليه وسلم؟ كتاب فلان، ويأخذ معلوماته من هذه الكتب. الآن الوسيلة الأسهل هي هذا الإنترنت الواسع الشاسع. فأنا أعرف أن كثيرا مما فيه هي مواد مضللة، فلكي يسعى هذا الطرف إلى التعرف عليه تعرفا صحيحا، يجب أن يكون لي موقف إيجابي، بحيث يكون لنا مواقع. أول ما يحاول الناس أن يتعرفوا على الإسلام يرد على ذهنهم هذا الموقع أو هذا الموقع أو هذا الموقع، لأنه صار بحيث إذا ذكر الإسلام والتعرف عليه يذكر هذا الموقع باللغة الفلانية واللغة الفلانية واللغة الفلانية. هذا واجبنا تجاه التعارف والتعرف على الإسلام. دكتور، حقيقة موضوع مقاصد التعارف نريد أن نتوسع فيه، لكن في الجزء الثاني من الحلقة بعد الفاصل. نعم. أبقى معك في الآية. هل في هذه الآية يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، هل في هذه الآية إلزام أو إيجاب بالتعارف، أم هي ندب؟ وهل يدخل المسلمون في هذا الخطاب، أم هو خطاب عام للبشر جميعا؟ طبعا إذا كان يعني الدعوة إلى الله واجبة، فإذا لم يكن، لم تؤدى الدعوة إلى الله عز وجل بدون التعارف، فإذا يكون واجبا. في بعض الأعمال تكون متوقفة على يعني تكون متوقفة على مقصدها. فإذا كان القصد منها، إذا كنا على سبيل المثال الآن المسلمون ينقصهم شيء أساسي من الواجب أن يفعلوه، مثلا من أمر الدين أو أمر الدنيا، وهذا الأمر متوقف على طرف آخر، وهذا الطرف الآخر لكي أصل إليه لابد أن أكون عارفا به وأن يكون عارفا به، فهنا يصبح التعارف واجبا. يعني هذا من المسائل التي تكون أحيانا واجبة إذا كانت تؤدي إلى واجب، وتكون مندوبة إذا كانت تؤدي إلى مندوب، وتكون حراما إذا أدت إلى حرام. يعني إذا كان التعارف سيؤدي إلى الخلط، مثلا أن نرسل بناتنا للدراسة في جامعات لا 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 لا, لا, لا تحافظ على أخلاقها، ونرسل شبابنا إلى جامعات تشوه تفكيرهم، فهذا التعارف يعني يؤدي إلى حرام. فبالتالي حسب ما سيترتب على التعارف. لكن من يجب عليه أن يقوم بهذا الواجب؟ يقوم عليه، هذا يدخل تحت الواجب الكفائي، أي يجب أن يقوم به، تقوم به طائفة من المسلمين قادرة على القيام به على الوجه الأتم والوجه الأكمل. فإن قامت به فقد أعفت الأمة من المسؤولية، أما إن لم تقم به فالمسؤولية تبقى على كاهل كل الناس. ثمة من له رأي آخر، يعني من العلماء والفقهاء والمفكرين، من يقرأ معنى آخر في هذه الآية وسياقا آخر في هذه الآية الكريمة، يقول بأن التعارف المقصود هو التعارف في دائرة العالم الإسلامي الكبير والواسع، بحيث أن يتعرف المسلمون على أنسابهم وعلى قبائلهم وعلى أصولهم، وليس المقصود به أن نذهب إلى الأمم الأخرى، الأمم الكافرة، وأن نتعرف إليهم وأن ننفتح عليهم، هذا الانفتاح الذي قد يعود بمفسدة. هذا رأي موجود، ما رأيكم؟ نعم، طبعا يعني هذا لا يلغي الإطار الأوسع، بمعنى أن هذا صحيح، أنني لا يمكن، لا أو لا يصح عقلا، حتى لا أقول شرعا فقط، أن أتعرف على البعيد ولا أتعرف على القريب. فيعني المجتمع الذي يريد أن يقوم بوظيفته بشكل جيد لابد أن يكون متماسكا من الداخل حتى يؤدي وظيفته العالمية بشكل أقوى. فالتعارف جزء من أو يعني فعل من الأفعال المهمة التي ينبغي أن تتم في داخل المجتمع المسلم. فيعني يكون أخي غريبا عني، لا أعرفه ولا يعرفني ولا يطلع على يعني حياتي ولا مساري هذه الحياة، وأحاول أعرف المسلم أو مثلا سكان البرازيل وسكان الأرجنتين وسكان أيرلندا ونيوزيلندا، أقصد لأنها أبعد. فيعني ليس معقولا هذا، يعني أجهل أخي في السودان وأخي في مثلا في الشيشان وفي البوسنة والهرسك وفي ألبانيا وفي كذا، وأسعى إلى معرفة البعيد، المسألة تكون مخلوبة هكذا. نعم، هما واجبان متكاملا أو دائرتان للواجب، كما نقول مثلا البر بالقريب أو لمن البر بالبعيد، لكن هذا لا يمنع هذا، المسألة متكاملة.
يعني قوله هذا كلام بعض المفسرين، نعم أنا رأيته، ولكن هذا لا يلغي المعنى العام، خاصة أن الخطاب هنا خطاب يا أيها الناس، فهذا الخطاب يؤيد العموم ولا يلغي الخصوص طبعا. لا يلغي الخصوص، كما يأمر ربنا بالإحسان إلى أهل الكتاب مثلا، قال ربنا جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. المعنى هذا أنه يلغي البر بالمسلم؟ بالعكس، يعني هذا لا يمنع هذا وهذا لا يمنع هذا. طب ما دلالة الربط هنا؟ كما لو أن هناك ربط بين التعارف وبين التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما وجه العلاقة هنا؟ لأن التعارف سيكشف مستويات بين الناس متفاوتون، هذا عربي وهذا عجمي وهذا بدوي وهذا حضري وهذا من قرشي وهذا بكري وهذا ليس هؤلاء ولا هؤلاء، فقد يبرز أو تخرج العصبية يعني رأسها. فهنا لابد من أن يعني القومية. يوضع نطاق نطاق أو يوضع يعني ضابط يضبط هذه المسألة، حتى لا يفخر هذا على هذا إلا بما جعله الله مبعثا للفخر، ولا يكون فخرا في الدنيا إنما فخر الآخرة. هذا النسب هو نسب الإسلام، هو التقوى، هذا النسب الحقيقي في الإسلام. ورد هذا الكلام ببعض الأسانيد الضعيفة، أن يعني وضعت لكم نسبا ووضعتم لأنفسكم نسبا فأبيتم إلا أن تقولوا فلان ابن فلان، فاليوم أرفع نسبي وأضع نسبكم، أين المتقون؟ فهذا نسب المؤمن الحقيقة، الانتساب إلى التقوى. النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري سئل: أي الناس أكرم؟ فقال: أتقاهم. هذه الإجابة مأخوذة من الآية، سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أكرم؟ فقال: أتقاهم. فقالوا: ما عن هذا نسألك يا رسول الله؟ فقال: يوسف الصديق، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، الكريم بن الكريم. فقال: أكرمهم. قالوا: ما عن هذا نسألك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أعن معادن العرب تسألوني؟ كرامهم في الجاهلية، كرامهم في الإسلام إذا فقهوا أو كما قال. وحتى لا يفهم الموضوع غلطا دكتور، يعني هذا لا يلغي الاهتمام بقضية النسب، لأن هذا من سلامة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن اشتهر بسلامة وصحة نسبه صلى الله عليه وسلم، بمعنى هذا لا يلغي ذاك، أليس كذلك؟ إذا جمع الإنسان بين الأمرين، بين التقوى والنسب، فهذا الكمال بالمقياسين، مقياس الدنيا والأخروي. أما إذا خلا من النسب النبوي ولكنه تقي، فهذا لا يضره. سلمان منا آل البيت، سلمان أين سلمان؟ منا آل البيت. في مقابل هذا أبو لهب ليس منا، وهو عمه، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس منا وسلمان منا. فإذا سقط الأصل هو التقوى، فإذا أضيف إليها النسب زادها ضوء نورا وزادها ضياء. أما إذا انتزع الإيمان فيذهب بالنسب وما حمل. وصلنا إلى الحديث عن مقاصد التعارف، لا شك أن هناك غايات وأهداف ومقاصد نبحثها بعد الفاصل. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لمواصلة الحديث. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. أسعدكم الله، ما زلنا وإياكم في الحديث عن التعارف الذي دعا إليه القرآن ورغب فيه من حيث بيانه وضوابطه ومقاصده، وحديثنا في هذه الحلقة دائما مع الدكتور نبيل الفولي. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى دكتور. دكتور، قبل أن نتحدث عن موضوع المقاصد، كيف يمكن التوفيق ما قد يبدو عند بعض المشاهدين التباسا من أن الله سبحانه وتعالى ندبنا إلى التعارف، ومن جهة أخرى نحن مأمورون بجهاد الطلب بالذهاب إلى الأمم الأخرى ورفع السنان والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإن حيل بيننا وبين الدعوة كمسلمين أن نرفع السيف والسنان حتى نبلغ هذه الدعوة، كيف يمكن التوفيق بين هذين المعنيين؟ هو الإسلام
كما نقرأ في الآية التي يعني يقوم عليها الموضوع كله: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الصورة الأصلية للإسلام هي أنه دين دعوة يريد أن يصل إلى الخلق، يريد أن يصل إلى الناس، فيرفع عقيرته وصوته ويقدم الوسائل البسيطة والوسائل المباشرة لتحقيق هذه الغاية. لكن إذا يعني تعرض هذا للإيقاف أو للتعطيل أو للهجوم أو للعرقلة والقتل وكذا كما يحدث في عصرنا هذا، فهنا يأتي الشيء الطارئ. نحن حينما نقرأ مثلا موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو أعم رؤية للتغيير، يدخل تحتها حتى الحرب. أعم رؤية للتغيير عندنا هي رؤية تغيير المنكر. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من رأى منكم منكرا فليغيره. التغيير لا يبدأ بالأقوى، ولكن يبدأ بالأضعف، يبدأ بالوسيلة الأرق. وإذا بدأ الإنسان بالعكس، مثلا ما يغير بالكلمة غيره بيده، هذا لا يعني قليل الفقه. فلذلك نقول الرؤية الأصلية هي أن الإسلام يعرض بالوسائل البسيطة العادية، وهذا يستفاد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لم يبدأ بالحرب، وإنما بدأ بالرسائل والدعوة وهذه الأشياء. لم يبدأ بالحرب، ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الفرس، ولا بدأ المسلمون بعده، ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الروم بقتال إلا بعد أن اعتدوا، وما بدأ الصحابة الفرس بالقتال إلا بعد أن أعانوا المرتدين. فبالتالي هنا الأصل هو أن لي صورة أصلية، أنا يعني الله هو السلام ودين وهو السلام، هذا هو الأصل. ولكن الوسيلة الأخرى هي وسيلة حماية هذا الصوت من أن يخفت، لأن هذا صوت الدين، وصوت الدين صوت الله تعالى في هذا العالم، لا بد أن يكون له هذه السيادة وهذه المكانة. طبعا المسألة يعني فيها كثير من التعقيدات، لأن غيرنا يرى نفسه بنفس المنزلة، يرى أن ما عليه هو الحق، وأن من حقه أن يفرض سلطان هذا الذي معه. نحن أصل المسألة عندنا هو أن الله يقول لنا ولغيرنا، يقول لنا ولغيرنا كلكم ترجعون إلى أصل واحد. كل الصور البشرية الموجودة فوق الأرض أصلها نفس أصلنا. تكلم عن زيد أو عمرو عن فلان أو فلان في شرق العالم أو غربي، يرجع إلى هذا الأصل الواحد. فالإسلام يحيي هذا الأصل، لا يلغي هذه القرابات، ولكنه يقول إن هذه تحولت مع الزمن إلى تنوعات بشرية. هذه التنوعات لنا الأساس في التعامل معه هو هذا التعارف، أن يتعرف بعضنا على بعض لمقاصد، كما قلتم ستسألون عنها بعد قليل، لمقاصد. هذه المقاصد تقلل من أخطار المواجهات الشرسة، تقلل من مخاطر إسالة الدماء في العالم بسبب سيادة حضارة السيف وحضارة البندقية. هذه حضارة البندقية التي فرضت على الناس كل هذا الدم، نحن ما فرضنا على الناس شيئا من هذا الدم. نعم دكتور، حديث المقاصد، مقاصد التعارف يفرض نفسه بقوة، لكن يجب أن نستكمل النقاش والحوار قبل أن نصل إلى هذه النقطة المهمة، وسائل التعارف. هل التعارف هكذا الله سبحانه وتعالى أباحه وفتحه لنا على مصراعيه، أم أن ثمة وسائل محددة يتحقق من خلالها التعارف، وأقصد هنا تعارف المسلمين على الكفار؟ طبعا يعني الوسيلة دائما يجب أن تكون آمنة، يعني ليست مؤدية إلى شيء من الخروج على الشريعة. يعني مثلا إذا كان التعارف سيتم عن طريق مثلا يعني مجاملة الناس بشرب الخمر، مثلا مشاركتهم في منكرهم، مثلا بأن نآكلهم خنازيرهم وأكلهم الحرام عندنا، لا بد أن تكون الوسائل آمنة. هذه نقطة شرعية عامة. يعني مثلا على سبيل المثال، لو كنا نبحث عن حلفاء لنا مثلا من الأمم الأخرى مثلا يشاركوننا عداوة طرف ثالث مثلا، يعني فهل يجوز مثلا أن يختلط دبلوماسيون مع دبلوماسيهم وسفراؤنا مع سفرائهم في شرب، كما يحدث للأسف، حفلات الشواء، الخمر وكذا والمجون وهذه الأشياء؟ طبعا هذه الوسيلة هنا تكون قد يعني دخلت في باب المحرم. حتى بغير الخمور دكتور، يعني في الأصل التعارف، حتى يعني يفهم السادة المشاهدون الفكرة على أصولها، هل يمكن أن أخذ عائلتي وأذهب إلى مثلا كتابيا أو يساريا أو بوذيا أو ملحدا ونجتمع عائلاتنا مع بعض ونجلس ونأكل ونشرب؟ هل هذا من باب التعارف الذي ترغب به الشريعة أو تحض عليه أو تقبل به؟ إذا كنت رجلا ذكيا وقادرا على أن أغير مسار هذه الأسرة الأخرى، وأن تكون هذه الزيارات دعوية، وأنا يعني عندي فهم جيد لهذه الزيارة وهذا التعارف، فبها ونعمت.
هذه دعوة حتى من باب المخالفة الشرعية لو في ذلك مخالفة شرعية. لا طبعا أنا لا يعني لا يستمعون معهم على مخالفة طبعا. أنا أقصد أنه هل يجوز أن تكون هناك علاقة بين طرف أسرة مسلمة وأسرة غير مسلمة؟ نعم هذا موجود في تاريخنا الإسلامي ضمن الضوابط الإسلامية. طبعا طبعا نحن دائما نتكلم عن أن يعني هناك أن هناك سياجا يمشي في داخله المسلم وليس متفلتا. سنتحدث عنه بعد قليل. ليس متفلتا المسلم، وبالتالي لا بد أن يكون هذا السياج هو الحافظ للمسار الذي أمشي فيه. فبالتالي علاقة أسرة مسلمة بأسرة نصرانية أو يهودية أو كذا هذه موجودة من أيام السلف الصالح. الصحابة كانت لهم علاقات وكانت لهم زيجات أيضا، لكن هذه مثلا سيدنا حذيفة بن اليمان تزوج يهودية، لماذا نهاه عمر؟ نهاه سيدنا عمر رضي الله عنه حتى أن يعني الأمة كانت في ظرف يعني لا تأمن على نفسها من أن يكون هناك عيون عليها، أو أن يرغب في المسلمات ويرغب عن المسلمات في الكافرات وكذا. فأقصد أن ما يعني إذا كان النسيج مثلا الأسرة جزء من نسيج المجتمع، إذا كان هذا الجزء متينا وقادرا على أن يكون مؤثرا تأثيرا إيجابيا لا متلقيا للمؤثرات السلبية، فهذا دور مجيد. أما أن نذيب الفوارق ولا فرق بين مسلم ومسلمة ولا بين مسلم وكافر ولا مسلمة وكافرة وكذا، هذه مسألة طبعا غاية الخطورة، تذويب للأسرة وإضاعة للشخصية المسلمة في علاقتها بالآخرين. ذكرت نقطة حقيقة مهمة للغاية دكتور، وهي قلت أن هذا الجزء من المجتمع الإسلامي وهي الأسرة إذا ما كان قويا ومتينا، هذا يترتب عليه أسئلة مهمة وحديثا مهما جدا سنؤخره أيضا إلى آخر الحلقة. لكن قبل ذلك، هل ينبغي في حالة التعارف الأفراد المسلمين ينبغي أن يكون على حال معينة المسلم في عملية التعارف التي يقوم بها؟ هل ينبغي أن يكون في حال عقلية فكرية قلبية مالية إلى آخره؟ هل ينبغي أن يتمتع المسلمين أن يكونوا على حال محددة؟ طبعا لا بد أن نعرف أولا أن التعارف قد يكون لغرض تجاري، لا مانع من أن يكون تعاون مع غير مسلم في غرض تجاري أو غرض أي غرض من الأغراض المباحة شرعا، لكن يجب أن أكون ممثلا جيدا لديني في هذه في كل الأحوال. يعني مثلا لا يجوز إذا كان التعارف لغرض اقتصادي مثلا لا يجوز أن أستولي على مال الرجل أو أن أظلم هذا الطرف الآخر. يجب أن أكون ممثلا جيدا جدا في للإسلام في هذه المسألة، بحيث يعني لا أكون سببا في تشويه الإسلام. الناس أحيانا لا يقدرون مدى الجريمة التي يقومون بها حينما يمثلون الإسلام تمثيلا خطأ أو تمثيلا مشوها. يذهب واحد منهم بلباس يدل على أنه مسلم فيتصرف تصرفات تلصق في الإسلام مباشرة، هذه جريمة كبرى. فعند التعارف مع يعني غير المسلم لا بد من مراعاة هذا الرجل ينظر إلي على أنني تطبيق للإسلام، تمثيل للإسلام، ولذلك يجب ألا يؤتى الإسلام من قبلي في هذه المسألة. فطبعا يعني لا بد أن نضيف إلى هذا أننا ليس هذا فقط، لا يكفي أن أمتانع عن أن أكون عاملا سلبيا ضد الإسلام، بل يجب أو ينبغي على الأقل أن أكون يعني أمارس دور الداعية الذي يرغب الناس في الإسلام. كثير من الشخصيات المهمة التي أسلمت حديثا لفت نظرها ليست أفعال المفكرين ولا الزعماء الكبار في العالم الإسلامي، ولكن لفت نظرها تصرف لتاجر. يعني مثلا قرأت أن السبب الأصلي في التفات مراد هوفمان رحمه الله السفير الألماني المشهور، أول ما لفت نظره إلى, 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 إلى الإسلام هو أنه دخل في سوق من الأسواق للمسلمين، دخل يشتري بعض البضائع فلم يجد المشتري البائع، فذهب إلى الدكان المجاور، فصاحبه خرج وباع له من دكان الأول ووضع ماله في أدراجه. هذه ذكرها محمد أسد في كتابه عندما ذهب إلى سوق الحميدية في دمشق في طريق الطريق إلى محمد مكة. أسد نعم. إذن أنا خلطت ليوبولد فايس نعم. فالمهم على أي حال هذه شخصية فكرية كبيرة عملاق، ولكن انظر ما الذي لفت نظره أول الأمر إلى الإسلام، تصرف إنسان عادي. وقريبا من ذلك يوسف أستس الكاهن نعم. والقس الكبير الأمريكي أسلم على يد تاجر مصري فقط رأى نعم. منه أخلاق المسلمين وأسلم على يد يوسف أستس الملايين في أمريكا جداً. مئات الآلاف كثير نعم. فإذا أنت حتى ولو كنت إنسانا عاديا لست عالما فيمكن أن تكون داعية بأخلاقك وسلوكك للإسلام. الإسلام الدعوة غير المباشرة مؤثرة أكثر من الدعوة المباشرة. الدعوة المباشرة أن تخطو في الناس وأن تقول لهم، أما الدعوة غير المباشرة فأن تبدو مسلما في خلقك. لماذا نذهب بعيدا وقد أسلمت يعني جزر الملايو هي أكبر كثافة سكانية إسلامية في العالم،
ماليزيا وبروني وإندونيسيا، هذه أكبر كثافة سكانية إسلامية في العالم، أسلمت ولم يصل إليها جنود ولا عساكر ولا جيوش إسلامية. وغرب أفريقيا، أجزاء كبيرة من أفريقيا شرقا وغربا أسلمت بدون جنود، بدون جيوش، بدون قتال، وإنما أسلمت بالتعارف، يعني بأن يمارس الناس الإسلام تجارا ومسافرين ومهاجرين. إذا التعارف هنا محكوم بالنية، بما أن كل أعمال المسلم هي مربطها النية وقائمة على النية، حتى لو أراد أن يأكل أو أن يشرب الماء. هنا نصل إلى الموضوع، هل يحصل التعارف لذاته أم لغايات وأهداف سعت الشريعة إليها؟ طبعا التعارف له أهداف ومقاصد لابد تتحقق به تحققا عجيبا. يعني مثلا كنت تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، القلوب بين، يعني يتكلم عن قلوب البشر، يعني بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ليس هذا الحديث، حديث الذي فيه ما تعرف منها القلوب، يعني الأرواح وجنود مجندة. الأرواح وجنود مجندة، ما تعرف منها اختلف، وما تناكر منها اختلف. الأرواح جنود مجندة، نعم. ما تعارف، فإذا التعارف من أهدافه التي تتحقق الائتلاف. لكن هذا في دائرة المسلمين ربما مقصود في هذا الحديث. أنا أقول لكم شيئا، ألا يمكن أن تقوم المودة بين مسلم وكافر؟ سؤال، ممكن تقوم، والدليل أنه يتزوج. نحن هناك إشكالية أحيانا، نظن أن الكراهية وظيفة المسلم تجاه كل غير المسلمين. الكراهية كراهية للظالم وكراهية للمحارب. والدليل كما يقول الفقهاء، يقولون أنت تتزوج امرأة غير مسلمة، هل يمكن ألا تحبها؟ أكيد أنك تزوجتها لأنك أحببتها، تمام. فإذا المودة قد تقوم بين المسلم وغير المسلم. وهناك أقوال تروى لكن تنزع من سياقاتها. الإمام مالك يقول لا أكون مسلما حتى أحب المؤمن وأكره الكافر، لكن هذه لا تؤخذ على عمومها. في القرآن دكتور، لا تجد مؤمنا يودون من حد الله ورسوله. الله ما معنى حد؟ يعني حارب وسعى إلى يعني فعل فعلا يريد به الإضرار بهذه الشريعة. لكن إنسان عادي، يعني الأنبياء ماذا قالوا لأقوامهم؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام ماذا قال لأبيه؟ قال نعم. يا أبت إني أخاف أن يمسك، هل يمكن أن يخاف عليه ويكرهه؟ أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. لكن لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. قبل مرحلة البيان والإيضاح أنت لا ينبغي أن تكره هذا الإنسان. وكثير من الأنبياء كانوا يقولون إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، نعم. يعني ورد على لسان سيدنا هود وعلى لسان سيدنا نوح وعلى لسان كثير من الأنبياء أخاف عليكم، وورد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أنها ورد على لسانك، هل يمكن أن يخاف عليه دون أن يكون وهو في نفس الوقت مبغض وكاره له؟ لا يمكن. ولكن إذا تبين له أنه محاد ومحارب، فهذه الفاصل الذي يفصل بيننا. لكن ثمة من يقول لك، يعني كيف المؤمن الذي يوحد الله سبحانه وتعالى يود رجلا يقول بثلاثية الإله، وآخر يقول بأن الله فقير ويده مغلولة، يعني كيف يمكن أن يقع هذا؟ تعارض منطقي وإيماني. نعم، هو نحن هنا نميز بين الفعل وبين، يعني مثلا أبناؤنا، إذا قام ابن لنا بفعل غير مرضي، فعل قبيح، هل أبغضه؟ لا أبغضه. هنا أبغض الفعل والتصرف، أنا أبغض هذا الاعتقاد وهذا الانحراف. إذا نحن لا ينبغي أن نبغض أبا لهب؟ لا طبعا، أبو لهب محاد، هذا المحاد المحارب أو الذي أوضحت له المسألة وأصر على الباطل وكابر، هذه المشكلة. يعني الإنسان البسيط الذي لم أقم بواجبي تجاهه، أو لم يقنع، لم أقم له عليه الحجة بشكل كاف، هذا يعني على الأقل لا أكرهه، على الأقل يعني الكراهية ليست عبادة عندنا. نعم، الكراهية ليست عبادة. والخطاب العام، عدم الكراهية لا يستلزم بالضرورة المودة. يعني قد لا أوده، مشاعري متعادلة، لكن ليست الكراهية عبادة إلا لمن حاد الله ورسوله. هؤلاء يعني طيب، كراهيتهم عبادة. حتى لا نغرد بعيدا، معذرة دكتور، نعم. نعود إلى المقاصد وغايات التعارف. نعم، يعني الغايات التي أرادت الشريعة تحقيقها من وراء ظاهرة التعارف. نعم، طبعا هناك يعني من التعارف أسباب، يعني إذا تكلمنا عن داخل المجتمع مثلا، يحقق التعارف، يحقق هذا التواد وهذا الائتلاف بين المسلمين. وأيضا قد يصنع نوع من المودة الممهدة للدعوة إلى الله. مسألة الدعوة، التعارف من مقاصده إيصال الدعوة بشكل سليم وبطريقة صحيحة، إيصال الدعوة بطريقة مناسبة.
أيضا قد تكون له أهداف سياسية. التعارف إذا تكلمنا عن مستوى أوسع فقد تكون له أهداف سياسية، وذلك أنني في هذا العالم محتاج إلى صديق وقد يكون لي عدو، فمعرفة هذا ومعرفة هذا مهمة حتى أتصرف بطريقة متوازنة دقيقة صحيحة تصل إلى الهدف الذي أريده. وطبعا كما يعني نعرف أن أو كما ذكرت في بداية الحديث، مبادرتي أنا بإظهار معلومات عن نفسي لا ينبغي أن أكون غامضا إلا بالقدر الذي يعني يحفظ مصلحتي. بمعنى تلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم شخصيته واضحة جدا، والصحابة يعني كأننا يعني نرى داخلهم وخارجهم، كأنهم يعني زجاج شفاف لطيف، نرى ظاهره وباطنه وكله خير، وكذلك سادة التابعين وكذا نرى شخصيتهم واضحة. في 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 زماننا هذا كثير من الناس غامضون، بعض الناس يعني كأنهم يفضلون هذا الأسلوب أن يبدو شخصا غامضا حتى يهابه الناس وحتى يبقى يعطوه يعني نعم. مكانة ومنزلة أعلى. هذا ليس هو الأصل. الأصل هو أن نكون واضحا أمام الناس بسيطا، لست متكلفا. فعلى مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع أيضا الوضوح جيد. لماذا؟ لأنه يكشف عن ثقافتي بشكل صحيح. نعم، معذرة دكتور، إذا فهمت منك وإذا كنت مخطئا أرجو أن تصوب لي بأن التعارف ليس مقصودا لذاته مجردا عن أهدافه وغايته، وإنما الأهداف منه دائما هي أهداف تتعلق بمصالح المسلمين وهي أهداف شرعية، هذا صحيح؟ صحيح. لا يعني الأفعال ليس هناك أفعال تقصد لذاتها يعني إلا إذا كانت متعلقة بحق حقيق، مثل ماذا؟ مثلا العبادة مثلا مطلوبة لذاتها. لماذا؟ لأن الرب جل وعلا حق وعلينا حق يعني ليس هناك أحد آخر أستطيع أن أؤدي إليه هذا الحق، وإنما هو حق الله جل وعلا وحده، وبالتالي هذا مطلوب لذاته. لكن هذه أفعال اجتماعية تجاه البشر الآخرين فلا بد يكون لها غاية، لا بد أن يكون لها غاية، هي مطلوبة لغايتها. وهكذا يعني طبعا أنا لا أقول أن يعني هذا الفعل ليس له منزلة ولا مكانة بمنزلة العبادة، هو عبادة ولكن بالنية، إذا نوى الإنسان به خيرا يصبح هذا التعارف عبادة ويؤدي إلى يعني ملء صفحتي بالحسنات. طبعا لا شك أن الإسلام لم يأتي بشيء إلا وضع له قوانينه وتشريعاته وأحكامه، ومن ذلك التعارف. ما جملة الضوابط التي أقرها الشرع الحنيف لإحكام عملية التعارف وضبطها؟ يعني أقصد دائما طبعا دكتور تعارف المسلمين عن الكفار، يعني الذي يهمنا هو المسلمون الآن. تقصد تعارف المسلمين بعضهم مع بعض؟ لا، تعارف المسلمين على غير المسلمين. نعم طبعا، أولا يعني التعرف على الآخر لابد أن أكون على وعي بالمهمة أو بالهدف الذي أقصده من هذا التعارف. أحيانا مثلا بعض المسلمين يقومون مثلا بجولة حول العالم يتعرف على الثقافات الأخرى، وأحيانا يعرف الدول التي يذهب إليها على ثقافته هو، هذا نوع من التعارف. لكن هذا لا يكون في ذهني، لا يحضر في ذهني هدف أكبر من الهدف الثقافي أو التجاري، وبالتالي تغيب قدرته على تمثيل شخصيته المسلمة. يعني مثلا واحد ينتسب إلى الثقافة الأفريقية ولا ينتسب إلى الثقافة الإسلامية، إلى الثقافة العربية وليس إلى الثقافة الإسلامية، الثقافة الآسيوية وليس إلى الثقافة الإسلامية، وبالتالي لا يكون معه ضوابط معينة. ما الضوابط التي يمكن أن تحكم تعارفي على الآخر؟ الفعل الاجتماعي دائما مرتبط بأحكام وسلوكيات، هذه الأحكام والسلوكيات كلها التي فيها مثلا ترك تعدي الخطوط الشرعية المتعلقة مثلا بالسخرية والغيبة وشتى السلوكيات المعروفة عندنا البسيطة التي نتكلم عنها في 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 دوائرنا البسيطة، النميمة كذا كذا، هذه الخطوط لا ينبغي أن تداس. لكن كلما كان هدف التعارف أسمى وأرقى، كلما كان ذلك رافعا لقيمة هذا الفعل الاجتماعي الذي يقوم به الإنسان. لا ينبغي أن يكون التعارف على أساس على حسابي مثلا صلاتي، لا يكون على حسابي تمسكي بأداب الإسلام، لا يكون على حساب مخالفتي لأمر أو آخر من أمور الإسلام مما حرم الله أو أحل الله. فمثلا إذا وجدت أن تعارفي على هذا الآخر سنجد فيه سلبيات،
وليست فيه إيجابيات. يعني لا ينبغي أن أثني حتى مجرد ثناء على سلبياته، لا ينبغي أن أثني مجرد ثناء لساني عادي على سلبياته، هذا لا يجوز، لأنه مجاملة في الباطل وربما يزيده تمسكا به. كذلك التعرف على الآخر ربما يفتح مجالا لنوع من التثاقف، تبادل الثقافة العامة. يعني مثلا هناك عادات، هنا التعرف دخلنا إلى مفهوم التعرف هنا، لا ما هو حاضر في هذه المسألة، حاضر. كذلك يعني من الأشياء التي ينبغي مراعاتها في التعارف أن أكون إيجابيا في تصحيح صورة الإسلام عند هذا الطرف، لا أتركه يتعرف على الإسلام من مصادر غير صحيحة، ومن الأمانة أيضا أن أتعرف أنا عليه من مصادره هو. لا ينبغي أن أتعرف على اليهود من كتب مثلا الكاثوليك في القرن الخامس عشر مثلا، صورتهم كانت مشوهة. ولا ينبغي أن أتعرف عليهم في كتب البروتستانت في القرن الثامن عشر لأنها كتب منحازة، وإنما أتعرف عليها كما عبروا هم عن أفكارهم وآرائهم. فعملية التعارف ينبغي أن تكون مضبوطا ضباطا كاملا، تحتاج إلى مجموعة ضابط بعضها عقلي وبعضها طبعا مأخوذ من الشريعة. مأخوذ من الشريعة هو ألا أجامله في باطل، وألا يعني أترك حقا عندي لباطل عنده، وإذا وجدت خيرا أنا لا أنكر الخير الذي عنده. يعني نحن من الشجاعة بحيث نقول إن هذا جيد وهذا حسن إن كان جيدا أو حسنا. طب دكتور، يعني هل يمكن القول إن الإسلام من ضمن مسألة الضوابط وإحكام عملية التعارف حتى يعني لا يفسد المسلمون الذين يتعارفون على غير المسلمين الأمم الأخرى؟ هل يمكن القول إن هذا التعارف مرهون بمدى وجود نظام إسلامي يرعى الإسلام ويحافظ على أخلاقياته وتصورات المسلمين وعلى العائلة المسلمة؟ هل يمكن القول إن التعارف حتى يكون بالصيغة التي أرادها الشارع ينبغي أن يكون هناك دولة إسلامية فيها إمام راشد عادل يرعى شؤون المسلمين؟ طبعا هذه الصورة الكاملة المثلى، لكن لا يتوقف القيام بالإسلام على وجودها، بمعنى أن لسنا معفى، لا نعفى من القيام بأوامر الإسلام في 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 وقت غيابها، بل نقيم من الإسلام أكبر قدر ممكن ونسعى إلى إيجاد هذه الصورة الكاملة. الصورة الكاملة في وجود دولة إسلامية وإمام مسلم وكذا، ويعني يتكلم باسم المسلمين ومعه طبعا دولة مؤسسات، نحن لا نتكلم عن دولة فرد، دولة إسلامية دولة مؤسسات ولها رئيسها وكذا حاكمها وأميرها وإمامها، هذه الصورة المثلى. لكن الإسلام يعني حتى ولو غابت الدولة الإسلامية ولو غابت الأمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني حديث ولو أن تعض على أصل شجرة، معناها أنك تتمسك وحتى لو كنت فردا واحدا. فإذا إذا غاب، نحن نقول إن الإسلام عبارة عن طبقات متتالية قمتها في وجود نظام إسلامي عام يحكم بالإسلام وكذا، يعني وجود دولة إسلامية باختصار بالمعنى الذي نتكلم عنه في أيام الراشدين، بالمعنى العام، أقصد لا أقصد الصورة بالضبط. يعني هذه الحالة المثلى الكاملة، لكن هذه الحالة إذا غاب جزء منها فلا ينبغي أن ننسى أن شجرة أطول من هذا. شجرة الإسلام ليست مجرد هذا الرأس مع أهمياته، لكن نحافظ نحن على الشجرة ونقويها حتى يظهر لها رأسها. لماذا سألتك هذا السؤال دكتور؟ لأنه مثلا نلاحظ أنه في القرن الثامن عشر عندما بدأت الدفعات التعارف أو التعرف على الأمم الأخرى وانطلقت من مصر بعد حملة نابليون واحتلاله لمصر، نتج عن ذلك أجيال كثيرة من المفكرين ومن العلماء من ذوي التصورات المنحرفة عن الإسلام، فهذا التعارف أنتج مفاسد كبيرة. من هذا نبعت أهمية سؤالي عن مدى وجود النظام الإسلامي الذي يحافظ على التصورات وعلى وحدة الأفكار المتماسكة داخل المجتمع المسلم. لا طبعا هذه إشكالية الدراسة في الغرب، وما زالت هذه الإشكالية قائمة. يعني في هناك مئات الألاف، يعني بعض الدول العربية في الخليج مئات الألاف من أبنائها في أمريكا وبريطانيا وفرنسا، هذه الدول للدراسة، وهؤلاء يرجعون بعقول مختلفة. لماذا؟ لأن يعني المسؤولين عن هذه المسألة لا يعتنون. يعني محمد علي على ما ينتقد عليه انتقادا شديدا، ينتقد على نظامه وكذا، لكن حينما أرسل البعثة الأولى إلى فرنسا أرسل معهم شيخا، أنا لا أتكلم عن التطورات إلى أي شيء أدت، لكن أرسل معهم إماما يأمهم ورفاع الطهطاوي، فأثر هو الآخر. لكن على أي حال هناك شيء مرعي، لكن هذه المسألة للأسف الآن
يرسل أبناؤنا ويصبحون ضحايا لحياة مختلفة عن حياتنا، يعني حياة يعني مغرية. هناك علم حقيقي، علم أقصد يعني نظام وعلم وتعليم. المشكلة أن هؤلاء الذين يبتعثون هم يعودون ليحكموا البلاد العربية. نعم، وهذا حاصل الآن. يعني المرحلة الحالية مرحلة التغير والانقلاب في بعض الدول العربية، من الذي يقود هذه المرحلة؟ المبتعثون الذين تعلموا في الشرق والغرب ودرسوا هنا وهناك. طب حتى لا يفوتنا، أرجو المعذرة دكتور، يعني بقي معي دقيقة ونصف تقريبا، يعني هذا التعارف الذي أنتج لنا هذا القدر الكبير من المشاكل كيف يمكن ضبطه بدقيقة أو دقيقتين؟ يعني نحن إذا أردنا أن نحقق غرضا وليس لدينا القوة في تحقيقه، على سبيل المثال يعني النموذج التركي مثلا، النموذج التركي نموذج أنضج وأفضل بكثير من النموذج العربي. يبتعث الناس بحساب مثلا لماذا لا نبتعث عددا قليلا جدا من الناس ويكون هناك رعاية لهم، وهؤلاء يرجعون خبراء لكي يعلموا الناس في بلادنا. مثال باكستاني مثلا، يعني الخبير القنبلة النووية هناك درس في الغرب، نعم، لكنه رجع عبد القادر خان، نعم، ورجع الى 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 باكستان وصار يعني يعلم في بلده. لكن ان ابتعث مئات الالاف الى بلاد اخرى بدون رعاية وبدون عناية، نعم، عناية بأخلاقهم وسلوكهم وعقولهم أيضا ودينهم، هؤلاء سيرجعون للأسف ممثلين لغيرنا وليسوا منا. يعني أشكرك شكرا دكتور، أشكرك شكرا جزيلا. ختاما مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي أشكر في نهايتها ضيفي الكريم الدكتور نبيل الفولي، الأستاذ في جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية. كل الشكر لكم على حسن المتابعة، دمتم في حراسة الله.